جائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر. والله شعور وشعور فرحة ورهبة في نفس الوقت. الوصول إلى القمة سهل جدا، أما الحفاظ عليها فهو أصعب شيء، وهذا يضع على عاتقي الكثير الكثير من الضغوطات لأثبت للجميع أنني أستحق هذه الثقة التي وضعتها اللجنة في الممنوحة لها من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أعتبر بأن هذا الفوز هو فوز لكل الشاعرات الجزائريات وليس لوحدي فقط. سعيدة جدا بهذا الحضور القوي لنون النسوة في المحافل الأدبية. أقدم جزيل الشكر للجنة تحكيم الوقر على ثقتها بنصي، وهي طبعا مكونة من أسماء كبيرة لها قيمتها ووزنها في عالم الأدب والنقد. فها هي أمسية المنارة الشعرية تنطلق من العاصمة الجزائر وبرعاية مباركة وسامية. هذه المناسبة، مناسبة هذا الصرح الإسلامي الكبير، فجر الطاقات واستطاعت هذه الأصوات الشابة، القدرات الشابة في الكتابة الأدبية أن تواكب وأن تجمع جمال الشعر بجمال هذه التحفة الفنية المعمارية الرائعة. في هذا المساء يكرم نجوم الشعر وفرسان المنارة، فمن كل قطر جاءنا موكبها.